السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي، وهي الكشري الاسكندراني. قبل كده عملنا الكشري المصري، بس المره دي هنعمل الكشري الاسكندراني. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وصفه الكشري دي من اجمل الوصفات وكمان اسهلها. يلا تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي كل اسرارها. يلا نبدأ وصفتنا مع بعض. محتاجة للوصفة دي نص كيلو من الرز، ونص كيلو من العدس، ونص كيلو من البصل المفروم. زي ما قلت لكم قبل كده ان الوصفة دي سهلة جدا، وكمان حتى مقاديرها مظبوطة جدا جدا. يلا نبدأ الوصفة. اول حاجة هبدأ بيها وهنزل بالعدس والرز في مصفة بالشكل ده، وهبدأ اغسلهم كويس قوي، وهسيبهم يصفوا ميتهم براحتهم بالشكل ده. هبدأ أجيب حل على النار، وهبدأ أنزل بالزيت بالشكل ده. وأول ما الزيت يبدأ يسخن معايا، هنزل بمعلقة صغيرة من الملح، وهنزل بالبصل. وأهم حاجة إن احنا ننزل بالملح، لأن هيساعد إن البصل يتحمر معايا كويس، وكمان ما يلزقش معايا في الحلة. هفضل أشوح كده في البصل بالشكل ده، ومحتاجة إن ياخد لون ذهبي. شايفين بدأ ياخد معايا اللون الذهبي الحلو، حلو قوي. شايفين اللون جميل جدا. هاخد بمقدار معلقتين كبار من البصل اللي اتحمر معايا بالشكل ده، وطبعا باقي البصل هفضل اشوح فيه كويس قوي. وبعدها هنزل عليه بالعدس والرز، وهنزل بمكعب من المرقة، والمرقة دي اختياري، هي بتعلي التست طبعا. وهنزل بمعلقة كبيرة من الكمون والملح والشطة. هفضل اقلب كويس قوي بالشكل ده، مش عايزاهم ياخدوا لون معايا، انا بس هفضل اشوح كده فيهم لمدة 10 دقايق بالكتير قوي. وبعدها هنزل بالمية، وطبعا يفضل ان المية تكون سخنة من الكتل بالشكل ده. الله على الريحة، حلوة جدا ما شاء الله. شايفين الرز طالع معانا حلو جدا، ومش معجن ولا اي حاجة، حلوة قوي ما شاء الله. وطبعا انا سلق بيض من قبلها، هبدأ اقشره بالشكل ده، وهضيفه جنب الرز، شكله حلو قوي ما شاء الله. هبدأ اضيف البصل اللي احنا عملناه في اول الفيديو، هبدأ اضيفه كده على الوش بالشكل ده، شكله حلو قوي. وشايفين كريسبي جدا وناعم وحلو جدا ما شاء الله. عايزه اقول لكم الريحه تحفه قوي، حلوه قوي، وطبعا سهل جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.